استقبل لاعبو لو هافر الفرنسي زميلهم الغاني أندريا أيو بنوبات من الضحك والسخرية بعد سيناريو الخروج المبكر لغانا من دور المجموعات بكأس الأمم. دقايق قليلة كادت أن تتأهل غانا للدور التالي، بس خطفت موزمبيق التعادل وأطاحت بالبلاك ستارز خارج البطولة. أيو كان انضم في صفقة انتقال حر للو هافر في شهر نوفمبر اللي فات، لأنه مش مرتبط بتعاقد مع أي نادي منذ رحيله عن نوتنغهام فورست بنهاية الموسم اللي فات. أيو شارك 73 دقيقة بس في كأس الأمم، ولا سجل ولا صنع أي هدف. بس الإنجاز الوحيد اللي اتحقق للبلاك ستارز كان رقم فردي لأيو بمعادلته لرقم أحمد حسن والكاميروني سونج والتونسي يوسف المساكني بالمشاركة في 8 نسخ من كأس الأمم. سخرية اللاعبين من بعضهم مش أول مرة تتكرر. سبق لمحمد زيدان أنه علق قميص منتخب مصر على دولاب الكاميروني أتوبا زميله في هامبورغ الألماني، وده بعد فوز منتخب مصر لكأس الأمم ببطولة 2008 على حساب الكاميرون. وانت بقى ايه أبرز احتفال ساخر أو ذكرى فاكرها اللاعب بعد خسارة بطولة مع منتخب بلاده؟